أنا مسلمة وأحب الإسلام. الإسلام أفضل دين. الإسلام يهتم بنا. الإسلام يحل مشاكلنا. الإسلام له جواب لكل سؤال. الإسلام يبين لنا الصح من الخطأ. بالإيمان نحلق إلى الأعلى. الإيمان هو اعتقاد بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. يزيد الإيمان بالأعمال الصالحة وينقص بالذنوب. الإيمان أن أصدق ما لا أرى، وهذا أحلى شعور. أركان الإيمان 6. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا إله إلا الله. التوحيد إفراد الله. لا خالق إلا الله. لا رازق إلا الله. لا مدبر إلا الله. نحن نحبه ونعظمه، نصلي له ونصوم له وندعوه، ولا نعبد إلا الله. شروط التوحيد: العلم، اليقين، القبول، الإنقياد، الصدق، الإخلاص، المحبة. الشرك عبادة غير الله. الله لا يحب الشرك، وعلينا أن نبتعد عنه. آمن بالله واعمل الصالحات تعيش حياة طيبة.